10 chapters in. I'm hooked. I'm so disappointed. خلص. 5 out of 5. Hey guys. صار اخر الشهر. هيدا يعني a reading wrap up. شو يعني بالعربي؟ يعني هيدول هن كل الكتب يلي انا قرأتهم بهيدا الشهر. انا قرأت بس 5 كتب. It's not a big number, بس ما بأثر. ماشي الحال. مرقت فترة هيك ما بدي اقرأ. وكمان في كان كتابين عم بقرأهم كتير على البطيء واخذوا كتير من وقت هالشهر. بعدني ما خلصتهم. اللي هن The Floating Admiral و Atomic Habits. بعرف زهقتوا منهم قد ما بحكي عنهم بس. What you gotta do in the California. شو عم بحكي؟ Okay, what do you gotta do? لنبلش بلا ما نكتر حكي. نحسن من دينة. كتير شو. Okay, لنبلش بلا ما نكتر حكي. أول كتاب قرأته هيدا الشهر هو Shatter Me من A Trilogy ما بعرف شو اسمها. هي اسمها على السكرين. أول كتاب منها. على أساس أنا وغنى وعبير My Best Friends نقرأ كتاب من هيدا السيريز كل شهر. ما خلصوا أول واحد. زهقوا. ما بدون. بلا بلا بلا. 10 chapters in. Like who judges a book 10 chapters in? ما حدا. إلا هني. Anyways. خلصوا أنا. I liked it. 4 out of 5. هو عن بنت اسمها جولييت بتكون محبوسة بشي هيك حبس لتقريبا سنة وعم تعدل ايام. She's like paranoid. بتكونوا بعقلة انه كيف عم تفكر قدي صار لها ما حكيت قدي صار لها ما شافت انه داو بتفكر بشو اسمه بتتخيل شي اسم شي يعني كيف تفسر بتتخيل شي انه عصفور ما بعرف شو هيك انه بيقولوا انه العصافير كانت تطير وهيك من البولوشن او شيء انه it's futuristic فما بيعرفوا انه العصافير كانت تطير مثل ما هلا هي بتطير ف it's really cool. بتكون بالحبس وهيك بعدين بيفوتوا فجاه حدا عنده بتكون هي عنده كونكشن للمود تبعها بعدين بيصير يعني بيصير اشياء مؤامرات بيكون هيدا الشخص شيء يعني ما اجى بباله انه هو يكون عم يعمل هيدا الشيء او عم يشتغل هيدا الشيء وبيصير فيه هيك يعني مغامره وما بعرف شو لا يخلص الكتاب تخلص اول مش تشابتر يعني اول مثل يعني كانه بلاي اول اكت من البلاي ما كان في كليف هانجر which is really good كان يعني خلص satisfying لحاله وأكيد حكمل باقي السيريز لشوف شو حيصير بالفيوتشر اسمه آدم الصبي by the way نسيت أنا okay the next book اللي عم تقلني أعمل هيك the next book قرأته هو the sequel to One of Us is Lying which is One of Us is Next it was really good أول واحد عطيته 3 أنا بس بعتقد زدت ل 4 من بعد ما مرق فترة يعني وهيدا كمان بعطيه 4 It's so good بس 4 ما بعرف ليه 4 اوكي عطيته 4 كم مرة بدي اقول عطيته 4 هو بيكون المين بلوت تبعه A Truth or Dare Game بتصير مع تلاميذ بمدرسة معينة نسيت اسمها هي هون بيكونوا يعني الكاركترز تبع الجزء الثاني بيكونوا اخوات او ناس بيعرفوا الكاركترز تبع الجزء الاول ويعني في references وهيك وبيجوا الكاركترز تبع الجزء الاول على البلوت it's so cool انه seeing them بالكتاب الثاني هني واكبر وكمان يعني you felt with اخواتهم وهيك يعني انذكروا شوي بالكتاب اللي قبل مثلا في بنت اسمها نسيت شي بالام بتكون هي باول كتاب يعني عندها a role in figuring out the mystery انه مين قتل سايمون بشو اسمه بالكتاب الثاني كتير بتفوتوا على حياتها وعلى عقلها وعلى هيك وكمان كتير بحب
لما يكون في alternating point of views، يعني كل chapter من عقل حدا، هن أربع رفقة كل chapter من حدا، يعني بيكونوا مثلا 1 2 3 4 هول الأربع أشخاص كل chapter مع حدا، بعدين 1 2 3 4 مع نفس الأشخاص بيعيدوا، مش إنه نفس الشخص عنده كذا chapters ورا بعض أو هيك، فما بتزهقوا بتضلوا عم تشوفوا الستوري من ال POVs تبع كذا شخص، وهذا الشيء بيخليها تكون يعني أكتر well-rounded القصة. كمان الكاركترز لحالهم بعيد عن الميستوري كانوا well-rounded. والله ناسي ليه ما كتبت notes، ناسي ليه عطيته 4 out of 5، بس حقوسق بحالي حطه 4 out of 5، I don't know. فإيه I liked it, good job. شو اسمه الأوثر؟ كارين أم مكمانس مكمان or something like that. Good job. Who am I to tell her good job? It's not good job. الكتاب اللي بعده اللي قرأته هو Confess by Colleen Hoover. 5 out of 5. 5 من 5. Perfect. Amazing. فخم. Please قرأوا. بس لا ما تقرأوا. كرمال بس أنا أعرف شو هو يكون قريب على قلبي لي بس مش على قلب حتى تاني. It basically follows بنت اسمها Auburn. بتكون بالأول مع حدا كتير مهم إله، وبيكون صاير معه يعني مشكلة صحية كبيرة وبيموت هنا وعمره 15. بعدين it jump cuts to 5 years I think later، بتصير بدالس وعندها job، و for some reason بدها lawyer بس ما عندها money enough for a lawyer. بتكون ماشية بتلاقي a sign help needed، بتفوت يعني بعد كذا شيء بتقرر انه she wants this second job، بدها هيدا الشغل التاني، بتفوت بيقول لها $200 an hour. She lights up, she's like okay my problem is solved, $200 an hour, it's a good thing. ف بتشتغل بعدين شي ورا شي ورا شي ورا شي romance ensues. It's so good, it's so good, I cannot praise it enough. لازم احكي بالعربي، كتير حلو، كتير كتير عن جد كتير حلو، ما فيني احكي هيك، ما فيني احكي اناف عنه اشياء منيحة. Colleen Hoover a genius، فخمة 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 ابدا. I never get disappointed, never. كتبها اكتر من ولا مرة اخذ معها اكتر من a day and a half، ما فيني نام، ما فيني أعمل شيء، بضلني بفكر فيهم كأنه I'm living in the story. فهيدا شيء كتير حلو. وكمان secret، أي كتاب بخليني أفضل أقرأ عن أنه أحضر يوتيوب هو كتاب حلو، وكل كتاب Colleen Hoover، كل كتب Colleen Hoover بخلوني أنه ما أحضر يوتيوب. ف it's a good thing. Next up، كتاب قرأته مع my very good friend نغم، it's called We Were Liars. بتأكد انه ما سمعتوا عنه، ما سمعتوا فيه ابدا، ما بتعرفوا اي لوكارت، ما بتعرفوا ابدا. كان تيك توك فيمس هيدا الكتاب، بعده تيك توك فيمس على بوك توك، كتير بيحكوا عنه الناس، منهم 5 out of 5، منهم 2، منهم excited، منهم I'm so disappointed. ف انا بالنص، انا ونغم بالنص، الاثنين عطينا 3، ما اتفقنا، ما تخافوا، حكينا بعض طلع 3، ما خصنا. هو basically بيكون بنت صار معها شيء من the past، بس بتبلش القصة بالpresent وشوي شوي بترجعوا بالتاريخ لورا، بنكتشف اشياء من الميستوري لنعرف شو صار بالاخر. بتكون بنت اسمها ما بعرف، نسيت اسمها، ما something بالام يمكن، I don't know. بتكون كتير غنية، أمها وبيها اتطلقوا for some reason، عائلتها مش سين كلير، بس أمها عائلتها سين كلير، وهن عائلة كتير يعني قوية حكام هيك، وكتير غنية وعندهم كتير property وأرض، يعني أراضي، عندهم كتير أراضي وهيك، عم ضل أعمل هيك من الشوب ما تخافوا. وكل summer بيروحوا على شو اسمه بالعربي، جزيرة
عليها هيك بيوت لكل اخت من اخوات سين كلير مع اولادها وهيك وبيقضوا السمر هنيك. مره وحده من الاخوات بيكون عندها خطيب جديد او شيء هيك وبيجيب الخطيب ابن خيه او حدا بيقربه وبينضم لجروب من 3 كازنز يلي هن المين بنت واثنين كازنز هي هون اسمهم هون I forgot names, I'm not good with names. بينضم لهم وبيصير اسمهم The Liars وبيصيروا كتير كتير close وبيصير اشياء وهيك بتصير عندها injury البنت يعني هو الفيوتشر هو انه صار عندها brain injury وما عم تتذكر شيء ومنتذكر وهيك وهيك في fire في دراما احلى شيء الفاميلي دراما to be honest I love family drama في secrets في mysterious grandpa في كتير اشياء حلوة فيه بس ما بعرف ليه ما حسيت شيء للكاركترز يعني مثلا اذا بتقولوا لي هيدا مات بقول اه too bad ما بحس كتير انه oh my god مات او هيك انه لا ما بعرف ليه ما بعرف شو عملت غلط الاثر انه اي لوكارت شو عملت غلط بس ما بعرف ما كتير كان هيك قلبي قريب على الستوري على اساس انا ونغم نحكي عن الكتاب we have a discussion بس الموتور بلبنان بيجي عنده وقت وعنده وقت وما عنده هي 3G ف بعدنا ما نقشناه وخلصناه من شي 10 days anyways اخر كتاب قرأته هو خلصته هلأ to be honest يعني قبل شي 2 hours لحظة شوي ايه اسمه beautiful boy a father's journey through his son's addiction شي هيك هيدا الكتاب فخم كم مرة بدي اقول فخم بهالفيديو في له موفي تيموثي شالومي هو الاساسي ليكو اذا عم بتطلع انا هيك سوري عم بتطلع على حالي بدل ما اطلع على الكاميرا سوري ايه تيموثي شالومي بيمثل بالموفي اكيد حاحضره ما بعرف اذا حضر اليوم I'll update you on Instagram روز عكوم follow me كتير كتير خليني لكم اول شيء عن شو هو بدل ما اقول كتير كتير حلو كتير كتير حلو هو it follows a dad يعني كل كتاب من البرسبكتيف تبع الباي عن his son's addiction to meth من لما خلق الولد الاشياء اللي صارت كيف طلق مرته الباي وكيف عايش مع ابنه جوز وحدة جديدة جاب ولدين غير الصبي وكيف حياة الصبي كانت up until he tried drugs for the first time بعدين بلش يجرب اشياء تانية بعدين يقول خلص يرجع يقول ايه يرجع يقول خلص يرجع يقول ايه وكتير في معلومات كتير في ساينس فاذا ما بتحبوا هيدا الشيء بس بتحبوا تقرأوا قصة I don't think this will be for you انا كتير بحب ساينس يعني كان جزء ساينس جزء يرجع للقصة جزء ساينس جزء يرجع للقصة وهيدا كان شيء كتير يعني مثل كأنه بيريح القارئ من يعني الإحساس القوي كل الوقت مثلا بتحس كتير لتشابتر بعدين لما يجي تشابتر يفسر الاشياء الساينس اوكي بيروح الإحساس بتشغل عقلك بيرجع بيجي الإحساس هيك مش انه كل كتاب بيضلوا قلبك هيك عم يوجعك فا I liked that وحبيت قدي البي كان يعني محروق قلبه قدي كان انه عم بيفتش على معلومات قدي كان عم يتعلم وعم بيحاول يتحسن كرمال ابنه وما انتهى بطريقة بتصدم which is شيء أنا مش متعودة عليه بالكتب إنه بنتر مثلا آخر جملة آخر صفحة آخر chapter آخر بلا ضلت أقرأ 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 خلصت أو زك خلص كيف هيك بس كان شغلة منيحة خلتني عن جد يعني اتطلع إنه القراءة هي journey مش آخر صفحة ومش كيف بتخلص القصة كيف منحس نحن وعم نقرأ كيف بيطلعوا الاموشنز بينزلوا الاموشنز بيطلع التفكير بينزل التفكير بيطلعوا الاموشنز كان شيء كتير حلو to experience وكتير مبسطت انه قرأت هيدا الكتاب
في a brother book يعني a brother book يعني كتاب مش جزء تاني بس إنه بيجي معه مثل خاي اسمه تويك من وجهة نظر الولد فيعني بعقل الولد كيف هو كان on meth on heroin on cocaine on drugs يعني كيف بلش كيف he relapsed 100,000 مرة هيك كتير متحمسة أقرأه أكيد حأقرأه شهر الجاي إن شاء الله sneak peek على TBR كتير مبسوطة باللي قرأتهن هالشهر ماشي كان بالمرة واحد هو 3 stars مع انه كان منيح بس 2 stars اللي راحوا اني ما حسيت كتير انا بحب حس وانسى الحياة شوي لانه لبنان كتير شيفز كيس بتعرفه فيا I hope you enjoyed هيدا الفيديو بتمنى تكونوا انبسطتوا فيه تسليتوا شوي نسيتوا الدنيا عملوا سبسكرايب لايك كومنت حكوني شو قرأتوا شو حبيتوا تقرأوا شو حبيتوا تقرأوا قال شو الكتب يلي قرأتوها يعني وحبيتوها هيدا الشهر شو بدكم تقرأوا شو بدكم فيديوز مني بالمستقبل ما بعرف اي شي بدكم اياه بعتوا الفيديو لحدا بحب كتاب او شي حكيت عنه او ما بحب تشوفوا رأي تاني او في كتب انا بقرأهم على التي بي ار تبعهم اعملوا اللي بدكم اياه انا عملت الفيديو I edited it حطيته على اليوتيوب صار معكم هلا اعملوا اللي بدكم اياه فيه بعتوا له من مكان او ما تبعتوا له حدا I don't know وبشوفكم اسبوع الجاي تنين hopefully اذا مش تنين بولمي على انستغرام حتى نزل اوكي يلا goodbye